مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان واهلا بكم مع قناه الصحه والجمال واولى حلقتنا من برنامج حقق حلمك معانا هنبدا معاكم سيزون جديد وتحقيق احلام في 2020 هنحقق كل حلم بيجي لنا سواء في الموهبه سواء مشكله وحلها سواء نجاح في اي مهنه حضرتك تقدر تقول لنا قصة نجاحك وقصة كفاحك هيستفاد مننا كتير وأكيد هنشجع ناس إن هم يحققوا أحلامهم وبنقول لهم إن تحقيق الحلم مش صعب الحلم عايز إصرار عايز جدية عايز مصابرة طول ما إحنا بنحقق حلمنا وطول ما إحنا قادرين طول ما إحنا عايشين لازم نحط أمنيات كتير ونحققها مش صعب خالص ممكن لو انت مش هتقدر في مساعده هنقدم لك الحلول لو عندك مشكله هنقدم لك اللي يقدر يحل لك مشاكلك او مواهبك او رواياتك او كتاباتك او ايا كان في 2020 ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كلنا وعلى مصرنا حبيبه في عز الظروف اللي احنا فيها ان شاء الله تكون بدايه خير وبدايه سنه كويسه وما ننساش طبعا ان احنا اخواتنا الاقباط بعيد الميلاد المجيد كل سنة وهم طيبين ونتمنى لهم تكون أعياد عليهم خير إن شاء الله النهاردة هنبدأ بنموذج مشرف معنا ممكن يكون قصة كفاح وقصة نجاح لكتير من شبابنا هو قدر يجمع بين ثلاث هنقول ثلاث أسماء أو ثلاث مهارات ما بين المحامي وما بين إن هو كاتب سياسي ومحلل وروائي آه، ضفنا النهارده معانا آه، استاذ آه، صلاح ابو السعود أنا وسهلا بحضرتك يا فندم اهلا استاذه حنان نعرف الاول بس هذا الضيوف آه، نعرف حضرتك سعيد بوجودة مع حضرتك آه، ميرسي يا فندم وبشكرك على هذه الدعوه الكريمه حضرتك نموذج مشرف للشباب وعايزين الشباب كلها آه، تعرف ازاي حضرتك كنت في مجال ولقيت في مجال تاني خالص او حضرتك نجحت كمان في المجالين بمعنى اصح لا هو الصراحه هو المجال اللي يعتبر مجال واحد يعني احنا مثلا في المحاماه احنا نقوم بالبحث والكتابه ايوه عند كتابه مذكره او دفاع بحث وكتابه كذلك في المجال السياسي مم. اي مجال سياسي بقى فيه مجموعه قضايا القضايا دي برضو بندرسها كقضايا دوليه او قضايا اقليميه ايوه برضه بقى بحث وكتابه بس نفس الوضع في الروايات بنعالج قضيه قضيه مم. ما بس في اسلوب روائي اكيد طبعا بس حضرتك قدرت ان انت تطوع ما بين المحاماه وككاتب سياسي وحضرتك كمان عملت روايات اطفال هو <applause> القراءات <applause> يعني انا اقرا يعني انا ابتديت كونت مكتبتي من وانا تقريبا عندي 11 سنه بقوم في المكتبه بتاعتي اه فانا كنت قارئ جيد وما زلت الحمد لله لكن القراءه الكثير من القراءه هي اللي علتنا على ان اقود في كل هذه المجالات بس حضرتك رغم الـ ما شاء الله يعني حضرتك سن كصغير بس في تقريبا اكتر من 40 مؤلف اه 40 حاجة. مؤلف في سياسي وتاريخي واسلامي وثلاث روايات وبالنسبه لقصه الاطفال في 20 قصه للاطفال ما نسيتش الاطفال برضه جميل ده اهم حاجه الاطفال اه طبعا لان هم دلوقتي هيبقوا شباب المستقبل, المستقبل طبعا بالظبط وهم اللي هيبنوا بعد كده جيل ورا جيل وهيبنوا مصر فعلا اكيد اكيد طب حضرتك ال كرواية كروائد سياسيه حضرتك ليك اكتر في ك سياسي نقدر نقول مثلا كاتب سياسي اكتر اه اكتر أنا حتى في في الكتابات الاسلاميه في كان كتاباتي عن, عن السياسه الاسلاميه السياسه الاسلاميه بالظبط كده حضرتك اتكلمت كتير جدا عن الكتابات الاسلاميه عن كحرب كمان في الاسلام وعن السياسه في الاسلام طبعا انا يعني من يعني من احب كتب الى قلب كتاب الرسول والسيف الله ده عن سلام. النظريه القرانيه في الجهاد والحرب وتطبيقاتها في الدعوه المحمديه الكتاب ده يعني صدر في سنه 2006 ده يعني تضمن خطاب اللي احنا بنقوله دلوقتي أيوه. خطاب ديني جديد بيوضح بالزبط. ان ايه معنى الجهاد بيوضح كيف انتشر الاسلام ده اللي احنا فعلا عايزين دلوقتي نعرفه لكتير طبعا يعني يعني الكتاب بيوضح ان الاسلام لما انتشر بحد السيف ومعظم الغزوات والحروب التي اتخذها الرسول عليه الصلاه والسلام كانت كلها غزوات للدفاع عن الاسلام وليس لنشر الاسلام ده اهم حاجه طبعا دي اهم حاجه فعلا احنا عايزين لان الاسلام مش دين ارهاب ابدا طبعا ان دلوقتي الجماعات العربيه بتتزرع ان الرسول كان عليه الصلاه والسلام كان بيغزو وكان فلام. بيطلع في غزوات وفي سرايا وان الاسلام كان بينتشر بالسيف ولازم الجهاد والحرب لا الحرب في الاسلام مفهوم. جميع الحروب التي خاضها الرسول عليه الصلاه والسلام كانت جميعها حروب للدفاع عن الاسلام وعن الدوله الاسلاميه م. وليس للفتح او الغزو او لنشر الاسلام جميل جدا وده اهم حاجه احنا عايزين نعرف دلوقتي ان يعني فعلا الحروب انتشرت وال او محاربه الدين انتشرت أكيد. أكيد. بالظبط وكل دلوقتي اي ارهاب بيبقى تحت مسمى آه إسلام. الاسلام طبعا وده هو مخطط يعني هو مخطط كبير يعني أكيد. كان غرضه الاساسي طبعا في الاساس تشوه سورة الاسلام بالظبط إيه طيب بالنسبه لل للروايات الروايات انا اول روايه صدرت لي كانت في 2016 2016 اه روايه من دي ان اي اه روايه دي ان إيه الحمد لله يعني صدر منها عده طبعات اه هي هي اجتماعيه بس في اطار بوليسي خفيف يعني وتاني روايه كانت روايه بطل من الجنوب مم. سياسيه بس وضحتها يعني في اطار كوميدي والروايه الثالثه كانت على مذبح الاله على مذبح ديت ده. بقى يعني ما شاء الله يعني ما خلصت في اول اصدار آه ليها وان شاء الله تنطبع عي آيات طبعتها في معرض الكتاب القادم باذن الله 2020 ديت اه ديت بيعني بي طبعا كمان مشارك في المره شاء ان شاء الله ان شاء الله في ازار جديد مم. المره دي بقى مجموعه قصصيه مش روايه قصصيه مجموعه قصصيه قصص قصيره بعنوان حفيد ابليس حفيد ابليس أوه. ده اللي احنا يعني بنشوفه دلوقتي أوه. أوه. تقريبا لا 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 أنا يعني انا في في الروايه دي الهيد بتاع بتاع المجموعه أيوه. حفيد ابليس بيتكلم على لسانه عن, عن الواقع اللي بيحصل دلوقتي وازاي وصلنا اللي احنا فيه فكل دول بيدور فعلا. على لسان حفيد ابليس احنا فعلا دلوقتي احنا في الزمن اللي يقال فيه فعلا ان احنا في زمن انتشرت فيه الفتنه اكيد فتنه أكيد. فتنه فعلا بين الشباب بين الاطفال بين الاعمار ما بين ال 13 سنه اللي هي كانت زمان بيقول عليها اطفال يعني الفتنه خلاص بقت فتنه داخل المجتمع وفتنه مم. ما بين الدول والدوله الواحده ما بين الاعراق ما بين ما بين الديانات ما بين كل يعني فتنه يعني عامه العالم كله فعلا طب بالنسبه يعني ملخص سريع حضرتك عملت قصص للاطفال او روايات اطفال اه سريعا هي عباره عن اقتباسات من كيلة ودمنه يعني هي مقتبسه من كتاب كيلة ودمنه بس باسلوب مبسط يتناسب مع مع روح العصر وتغير لبعض الاحداث تتناسب مع روح العصر وكنت حريصه أني انا اختار المجموعات اللي اللي فيها حكمه حضرتك رايت ان في وفيها ويعني وفيه ايه وابتدوا الاخلاقيات حضرتك رأيت ان في جيل مختلف خالص عن طبعا اللي صدر فيه كليله ودمنا او طبعاً. عن جيل اجيال مختلف خالص كل جيل دلوقتي بيبقى اصعب وتفكير اعمق اكيد يمكن زمان ما كانش في عندنا كل الكلام دلوقتي اللي بيحصل في في سن الاطفال ده ولا تفكيرهم <applause> يعني دلوقتي انا لما يتقال تفكير الطفل يعني جيل السوشيال ميديا وجيل التكنولوجيا يعني ما كانوا بيقولوا حتى السادسه غير مميز لا دلوقتي الطفل ما شاء الله يعني بقى مميز من سن, من سن ثلاث سنوات او اربع سنوات, بقى, سنوات, بقى, سنوات بقى, بقى مميز يعني ما <applause> شاء الله بالضبط آه. فعلا كده طب هنطلع سريعا فاصل نشوف فيه نستعرض بعض روايات الكاتب والروائي الاستاذ صلاح ابو الصعود ونرجع لكم صلاح أبو السعود المحامي بالنقد والدستورية العليا والكاتب والباحث السياسي والتاريخي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ماجستير في القانون له الكثير والكثير من المؤلفات الروائية والسياسية والتاريخية نلتقي به الآن مع الإعلامية حنان حجاج في برنامج حقق حلمك معنا على قناة الصحة والجمال من أكثر الكتب السياسية بتتكلم عن منطقة الخليج وخاصة دولتين الإمارات والسعودية تمام. أكيد لي سبب في مغزى عند حضرتك أكيد أكيد هو الصراحة بنتكلم نتكلم عن دولة الإمارات أولا يعني جه ارتباطي من دولة الإمارات منذ الصغر أنا كنت بتابع مجلة مجلة ماجد مجلة, مجلة أطفال إماراتية دي كانت على أيامنا اه فأنا يعني ابتديت س... أقراها من سن الثامنة <applause> ففي احدى الاعداد وجدت الشيخ زايد رئيس <applause> الدوله رحمه الله جلس مع احد الاطفال وواحد بيعمل معاه حديث يعني الطفل بيعمل مع حديث مع <applause> الشيخ زايد <applause> فشد انتباهي يعني ويعني رئيس يعني, <applause> يعني رئيس الدوله قاعد و... بالظبط فكان ده اول ارتباط بالدوله دولة <applause> الامارات بعد كده جت في مرحله الدراسات العليا كان من ضمن المقررات في دبلوم القانون العام دولة الإمارات العربية بيتكلم عن التطور السياسي والدستور في دولة الإمارات. أيوه. فزدت ارتباطا بدولة الإمارات وشيخ زايد. ساعتها صممت لازم <applause> آه يعني آه عن الإمارات. هم. وكانت بداية كتاباتي عن دولة الإمارات كان كتاب بعنوان الشيخ زايد الحاكم الفيلسوف. لأن آه. يعني الشيخ زايد ما كانش مجرد حاكم، لكن حاكم له له فلسفة. أكيد فلسفة ولا. في الحكم ده, ده سواء داخليا ده أو خارجيا. بالظبط. فنتكلم سريعا بالنسبه للوضع الخليجي هو يعني كان يضع العروبه والاسلام رقم واحد يعني. وعنده العروبه يعني الوطن العربي الكبير هو وطنه لم يتقوقع داخل دوله الامارات وله المقوله الشهيره في حرب 73 ان البترول العربي ليس اغلى من الدم العربي أيوة ومنع البترول على, على ال... كل الدول المتحالفه بصف. مع الاسرائيل المتعاونة معها في وقت الدوله كانت ما زالت دوله ناشئه دوله كانت ما زالت ناشئه لم يمر عليها سوى عامين اقل من عامين وكان محتاج لكل دولار بيجي من من تصدير النفط أيوه أيوه. وما أيوة. ضحى بكل هذا وضحى ببناء الدوله وبالبنيه اللي وبالبنيه التحتيه وأوقف وأوقف كل المشاريع في سبيل انه نصل القضيه يقف بجانب مصر طبعا بجانب مواقفه كتير بجانب مصر على أول ان الشيخ زيد يعني كان اهتمامه الاول ببناء الانسان التعليم وبناء يسه. الانسان, علشان كده صادر... قعد فيلسوف وقعد ما طبعا ماط... طبعا وبعد ذلك طبعا رحمه الله تولى ابناء الشيخ زاد الحكم الشيخ خليفه ربنا يعني يعطيه الصحه والشي... وسموه وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد وما... وقدمه كسيل لمصر ولا ونذكر موقفه مواكو... المشرفه في ثوره 30 يونيو اه يعني في نفس يعني تقريبا ثاني يوم الثوره دي ما تتنسيش وقدموا المصري يعني مليارات مليارات وفتحوا جسر يعني ما شاء الله من النفط والبترول كان لا تختلف عن موقف الاب ده بالنسبه لدوله الامارات السعوديه بالنسبه لدوله للمملكه العربيه السعوديه يمكن السبب الرئيسي والاساسي اللي خلاني اخد في المؤلفات كلها زي المؤلفات يعني كان احد الاصدقاء بي بيسالني ليه المملكه العربيه السعوديه اتسمت على بهذا الاسم على اسم آل سعود ليه تحديدا فقلت فقلت له هرد عليك بكتاب مم. يعني ال سعود الكرام يعني ابتدوا يكونوا المملكه منذ بدايه القرن الثامن عشر أيوه. ثم نجح اخيرا الملك عبد العزيز رحمه الله في تكوين هذه المملكه ودم المناطق بعضها البعض حتى صارت المملكه بهذا الاتساع مم. وكان الاول اسمها مملكه نجد وكان أيوه. اسمه سلطان نجد ثم دم بعدها الحجاز مم. ويا لم تضم الحجاز اللي هي مكه والمدينه المملكه السعوديه لما راينا هذا التطور الكبير والتوسعات يعني كل, كل سنه بنلاقي توسعات توسعت في الحرمين الحرم. الشريفين الحرم. فطبعا هم يعني يعني لولاهم لما زارت المملكه ولما زارت هذه الدوله القويه في منطقه الخليج العربي وده سبب حب آه. حضرتك او كتاباتك عن كتابتك. آه. الامارات والسعوديه آه، تمام آه، في في المؤلفات الاسلاميه زي ما حضرتك قلت احنا اتكلمنا عن آه، كتاب الرسول والطيف تمام آه، ده احب كتاب عند حضرتك اه بالنسبه للمؤلفات الاسلاميه طبعا الإسلامية. طبعا آه، طيب تمام آه، احنا ذكرنا فيه محاربه الارهاب تمام تمام آه، في ظل الاحداث بقى اللي احنا فيها دلوقتي واكيد الـ الساده المشاهدين آه، او كل مصر تقريبا وكل العالم العربي شغله دلوقتي هل احنا فعلا على اعتاب حرب عالميه ثالثه؟ وهل مصر ستخوض حرب في ليبيا؟ وايه السبب اللي تركيا تلاقي ليبيا ارض خاصة؟ بيها اسئله طبعا يعني ليها علاقه بما يحدث اليوم. بالظبط ما هو ال 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 الارهاب موجود من زمان. طبعا. بس فكره إني فعلا احنا على مشارف حرب عالميه ثالثه ولا لا؟ ده اللي بيشغل دلوقتي الجمهور كله واحنا كلنا كلنا بنتكلم عن الموضوع الحرب العالميه الثالثه، وهل هي فعلا مصر على مشارف حرب؟ او العالم على مشارف حرب عالميه ثالثه؟ بدايه يعني خلينا نتفق على ان ما يحدث الان مش هنقول الجذور الان في الدول العربيه من 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 فوضى اساسه راجل للجماعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه والدول التي ترعى الارهاب في المنطقه. فدعينا اولا نصح بعض المفاهيم او المصطلحات لان في يعني مفاهيم انا بوجه هنا يعني ان ده او رجاء للساده الاعلاميين والمثقفين ورجال الدوله والكتاب والمحللين انهم يمنعوا يعني يمتنعوا عن استعمال هذه المصطلحات كمرادف في الارهاب. ايوه اللي هو مصطلح الجماعات الاسلاميه بالظبط ده اللي الجهاديون مم. او الجماعات الجهاديه آه مصطلح الاسلاميون مصطلح الاسلام السياسي ايوه ليه؟ لان يعني لما نقول جماعات اسلاميه ماذا يعني ايه يعني اللي 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 الذهن ايه؟ ان هذه الجماعه جماعه اسلاميه تعتنق الاسلام وتدعو له لما نقول اسلاميون يقتنقون الاسلام ويدعون له لما نقول جهاديون يبقى اللي يتطرق الى الذهن ان هم يجاهدون في سبيل الله. هم لا يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل السلطه وفي مم. سبيل المال، المجاهدون اللي في سبيل الله هم مم. رجال الجيش المصري دلوقتي. بالظبط احنا عايزين سريعا بقى علشان وقتنا اه نجاوب على السؤال اللي بيشغل دلوقتي اذهان اه المشاهدين كلهم. طب يعني الاول يعني نبتدي يعني ازاي اردوغان دخل ليبيا وايه هدفه من ليبيا؟ وما يجري في البحر المتوسط تمام. عشان يبقى الترتيب منطقي فاحنا بنقول يعني اللي ساعد اردوغان على الدخول في ليبيا يعني بقى والتوغل في م. الشان الداخلي بهذه الطريقه ان معظم القيادات الليبيه التي تتعاون مع اردوغان ذات اصول تركيه طب تمام وحضرتك من من أو كتحليلك السياسي للاوضاع دلوقتي اللي موجوده هو بالنسبه دلوقتي الناس بتقول حرب م. او لا حرب بالظبط كده ده اللي احنا عايزين ملخص لحضرتك سريع كده عن المشهد تمام تمام بين... طبعا لو نو... طبعا تركيا كده كده مش هتحارب بجنودها يعني حتى اردوغان تلف في تصريح امس او اول امس وصرح ان تركيا لن تحارب بالاتراك هو بيحارب بالمرتزقه اه مرتزقه اللي جندهم في سوريا اللي ذوات الارس الاصل التركماني يمكن على راسهم ميليشيات اسمها ميليشيات السلطان مراد التركماني فهو مش هيحارب بالجنود الاتراك انما هيقدم دعم دعم لوجستي دعم هيقدم اسلحه هيقدم فمش هيحارب بالجنود الاتراك دي حاجه طيب ثاني حاجه هو مش هي مش هيقرب مش هيقرب من الحدود المصريه البحريه ابدا يخشى اردوغان هذا يخشى انه يقرب لانه يعلم جيدا مدى قوه البحريه المصريه اكيد لان من فتره الناس بتسال بتسال أه لماذا يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشراء حامله مروحيات ولماذا هزلت التسليح والفرقاطات دلوقتي أه دلوقتي الرد على الاسئله اللي كانت بتدور تمام يعني رد عرفتوا ليه دلوقتي <applause> لان احنا معرضين لهجوم وإحنا التسليح ده كله مصر مش دوله ذات ذات اطماع توسعيه مصر دوله بتصلح للدفاع عن الدوله المصريه <applause> وعن المنطقه العربيه وعن المخططات التي تدور من اجل تقسيم المنطقه العربيه، فاردوغان فعلا كن اساسا ان يبقى في حرب بين اكبر دولتين اسلاميين اسلاميتين موجودين في العالم ده يكفي ان هو مخطط ويكفي اللي احنا نعرف ان هو مخطط خارجي اكيد اكيد بس ما ماظنش اردوغان هيزج بتركيا في حرب زي دي لانها حرب خاسره اكيد وعلى فكره مفيش حد هيدخل حرب مع مصر تبقى نجح. لا هيخسر هيخسر اكيد بس انا في توقعي يعني سقوط اردوغان لن يكون بسبب خسرانه معركه عسكريه سقوط اردوغان أه. سيكون بخسرانه معركه اقتصاديه اقتصاديه وانا ما يا ندعم هنا دولة المقاطعه العربيه التي قطعت دوله قطر بسبب تمويل الارهاب م. مصر السعوديه الامارات البحرين ايوه دلوقتي تركيا مؤكد مؤكد ان اردوغان ونظامه التركي بيدعم الارهاب م. بيدعموا وبيتحرك كمان بقوات بقوات تجاه دول تجاه ليبيا مم. فدلوقتي من باب أولى أن يكون هناك مقاطعة لتركيا مثلما قاطعنا قطر هذه المقاطعة الاقتصادية لتركيا سوف تزيد من وتفوق من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أردوغان وسوف يكون لها مردود قوي وسيكون في نهايتها سكوت أردوغان ده اللي إحنا عايزين نختم بيه حلقتنا النهارده ونقول آه عايز توقع أي دولة قطعها اقتصاديا لو احنا قطعنا المنتجات التركيه هتخسر اقتصاديا مصر مستهلكه جدا لل للسلع التركيه عايزين نمنع الكلام ده وعايزين في اخر حلقتنا نقول ان جيش مصر قدها وجيش مصر استحاله يتهزم وكلنا ورا مصر وان شاء الله الجايه احسن بنشكر ضيفنا النهارده استاذ صلاح بالصوت اللي متعنا برواياته وبقراءاته التحليليه وبنشكر السادة المشاهدين ومشاهدي قناة الصحة والجمال شكرا لحضراتكم وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم حلمت معانا